الإخوة أيها الأخوات، إن كل منا سيحاسب على أي قول يتكلم به، ويحاسب على نواياه. هل هو يريد حرب الله ورسوله أم يريد نصرة دين الله؟ كل منا سيحاسب ويقف بين يدي الله. والله لن ينفعك كونك إعلامي أو كونك مشجع لشيخ من المشايخ، تنتفع بعملك الصالح، تنتفع بعملك الصالح. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل سيقف بين يدي الله. لن ينفعك ملك ولا رئيس ولا وزير ولا صحافة ولا إعلام ولا أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا أختك ولا أي أحد سينفعك. ستحاسب على أقوالك وأفعالك ونواياك، ستحاسب على أقوالك وأفعالك ونواياك وعن استماعك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الحكمة مطلوبة أيها الإخوة والأخوات في الحوادث، فلا تنهمك مع المنهمكين في الكلام. وقد قال ربي: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنبي الأمين عليه الصلاة والسلام يقول: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. أيها الإخوة والأخوات، ربي يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. احذروا الأبواق الكاذبة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. احذروا الأبواق الكاذبة التي لا تبالي بقول ربها ولا قول نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. احذروا الأبواق الكاذبة التي من هدفها إسقاط الدين والعياذ بالله، وإبعاد كتاب الله عن الحياة، وإبعاد سنة رسول الله عن الحياة. احذروا من أمور تبيت بليل، احذروا واثبتوا على كتاب الله وسنة رسول الله. وفي الفتن كثيرا ما نذكر بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وبقوله في الحديث الحسن: من صمت نجا. وأكرر التذكير بقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.